صراحة المسرحية هي رسالتها هي احتجاج ضد الموت، ضد ما صار بينا. قدم هذا العرض بمنظومة فن الخشب الحديث، الرقص التعبيري اللي هو كسر المألوف الصوري، فن الإيحاء الجسدي. إن شاء الله توفقنا به، ورسالتنا هو احتجاج ضد الموت، ضد ما صار بينا. بصراحة العرض سبق وان قدم 2016 بيوم المسرح العالمي، وايضا شارك بمهرجان الاردن المسرحي 23 وحصلت على الجائزه الاولى الذهبيه بالمهرجان، مهرجان دبي طبعا. والان احنا يعني تم اعادته العمل الى دائره السينما والمسرح، الفرقه الوطنيه للتمثيل، تقديم فرقه الرقص التعبيري، طبعا عمل من تاليفي واخراجي. استمرت التمارين الاوليه البدايه اكثر من 6 أشهر 7 أشهر تمارين تاهيليه تدريبيه، والان بالاعاده تقريبا 4 أشهر إلى 5 أشهر همين تمارين تدريبية لإعادة هذا العرض. نعم. ليش اخترتوا اسم سيليفون للمسرحية؟ سيليفون هو كفن الموت. شاهدت أنا بالنسبة لبحياتي اليومية، شاهدت أحد انفجارات بغداد، الفاجعة الكبرى اللي صارت، طفل احترق يعني. فاجى ابوه لفه بسيليفون حتى لا اي رمد من عنده، يعني فالمشهد كلش مأساوي، ما يعني ما اريد احكي به بصراحة، يعني كلش سوداوي جدا. فلفه بسيليفون، انا السيليفون اعتبرته هو الكفن، السيليفون الكفن. العرض كله هو فلاش باك على ما قدم، على ما صار بينا. رساله العرض هو الاحتجاج النهائيه، سيليفون كافي كفن، كافي نريد نعيش، نريد حياه، نريد حب. ان شاء الله وفقنا في هذا العرض. مشاركتي اليوم هو شخصيتي الرئيسيه اتحدث لك عنها، شخصيتي هي تتناول الانسان العراقي المحمل والمعبأ بالهموم والامراض اللي اجتنا بعد 2003، الشخصيه المكسوره تشوفين ظهرت بعكاز، هي رمزيه للانسان العراقي المكسور، حقيقه هواي اشياء ظهرت لنا بعد 2003 وكلكم عشتوها وشفتوا الحاله، اما قضيه هو فلسفه مسرحيه السيليفون هي تتناول قضيه الاحداث هذه اللي مرت علينا بالجديد، اللي هي القتل الطائفي، التهجير، هجره الموت اللي عبر البحر، عوائلنا وشبابنا اغلبهم راحوا وغرقوا، تتناول النبض الطائفي، القتل على الهويه، تتناول كثير قضايا مرت بها باحداث بعد 2003 تناولناها في عرض سيليفون. حاولنا بقدر المستطاع من خلال التقنيات اللي موجوده ان نتعامل باكثر من نوع من التقنيات حتى نوصل اكبر قدر ممكن من المعاناه اللي مر بها مجتمعنا او شعبنا بالفترات اللي سبقت، اللي هي الهجرة الجماعية اللي صارت عبر البحر، او احداث داعش، او الحرب الطائفية اللي مرت بالعراق. استخدمنا منظومة بصرية متكونة من ثلاث فئات بصرية العفو، التقنيات المعروفة الاعتيادية اللي هي المصابيح الاضاءة الاعتيادية، ومصابيح الموفينج هيد الحديثة، ومصابيح الالترا فايلوت او ما يعرف بالاشعه الفوق البنفسجيه، حتى نقدر بقدر المستطاع نحاول ان نوصل ولو جزء بسيط من المعاناه اللي يعني الحقيقيه اللي مرت، لان احنا ايش قد ما نريد نحاول ان نجسد جزء من معاناه اللي مروا بها مثلا باحداث سبايكر، طبعا مستحيل ان تقدرين توصلين للاحداث الحقيقيه. فلذلك اعتمدنا على قلت لك هذه المنظومه البصريه حتى نحاول بقدر المستطاع ان نوصل، بالاضافه لبعض المكملات الفنيه او الاكسسوارات اللي كانت ترافق بعض الممثلين.